السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ولكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين تقرير يعني تاريخي يعني ديال سبور، يعني وكيف حول حسين عموتة المنتخب الأردني إلى وحش مفترس يعني بوصوله إلى النهائي، يعني فوز في مباريات كانت كبيرة، يعني كل المباريات التي لعبها كانت كبيرة، خاصة في الدور الثاني والنصف والربع النهائي والنصف النهائي أمام كوريا، يعني أمام منتخبات مونديالية وين واجه منتخبات مونديالية يعني وعرف كيفاش يسير المباراة حسب الإمكانيات اللي عنده ويلعب بواقعية كبيرة، عنده يلعب بواقعية. وظهر المنتخب الأردن كحامل وديع منذ أن استلم المغربي حسين عموتة دفة القيادة الفنية لخلافة المدرب العراقي عدنان حمد والذي انتهى عقده في جوان من العام الماضي، لكن المدرب المغربي حول المنتخب الأردن إلى وحش مفترس في البطولة كأس أمم آسيا قطر 2024 التي تختتم في الدوحة يوم السبت المقبل. ومنذ المباراة الأولى مع الأردن حتى يعني نهاية المباراة يعني وحتى قبل انطلاق البطولة القارية وين حقق عموتة سلسلة من نتائج سلبية وجهت له سهام الانتقادات من كافة الأركان كرة القدم الأردنية، حيث لم يرحبه الإعلام الأردني في تقريرهم المكتوب والمرئي كما طلب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إقالته قبل نهائيات كأس آسيا. لكن الاتحاد الكرة الأردني منحه الثقة وأعطاه كافة الصلاحيات الفنية المتاحة ورفض التدخل في عمله. نتيجة لذلك يعني ومنذ المباراة الأولى للمنتخب الأردن في البطولة كأس آسيا ظهرت بصمة المدرب حسين عموتة والذي صنع يعني نسيج فني متوازن يحمل جرأة هجومية ووضع يعني المنتخب للمرة الأولى في تاريخه في النهائي بعد فوزه اليوم بهدفين لصفر أمام كوريا، يعني كوريا يعني في مواجهة كانت قوية جدا، يعني منتخب كوريا كنقولوا منتخب كوريا للناس يعني شاهدنا وين هربت منه يعني في الدور الثاني، يعني كانوا يتهربوا من مواجهة كوريا، لكن يعني وين عموتة وين واجه هذا التنين يعني وين واجه وأقصاه. عامر شفيع عموتة لعب بنسيج يعني متوازن، يعني من يرى الحارس التاريخي للأردن عامر شفيع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أن عموتة يواجه منتخب يعني من يوجه المنتخب للعب بشكل أكثر جرأة في جانب الهجوم خلاف للمدربين السابقين المصري الراحل محمود الجوهري، يعني وإن محمود الجوهري والعراقي عدنان حمد قائلا اللعب يعني بنسيج فني متوازن في الشقين الدفاعي والهجومي دون غلبة لأحدهما على حساب الآخر. ويتابع شفيع 41 عام الذي حمل ألوان الأردن لعقدين من الزمن يتمثل العنوان الأبرز في أداء المنتخب بالتوازن في بعض المباريات كان يتموضع بخمس مدافعين وفي آخر الثلاثي يعني في آخر الثلاثي شوف كيفاش الناس لي يعني وخاض شفيع المكاني يعني عنده سيرنو كما نقولوا حنا بالحوتة الإشادة بالحارس الحالي يزيد أبو ليلى الذي يتصاعد أداؤه يوما بعد يوم كحل باقي للاعبين، معتبر أن حضور الأردن بين أربع الكبار أشبه بالمعجزة نظرا لتواضع المستوى الدولي الأردني وحالة المادية المترددة للأندية. لكن يعني وين عموتة يتصدى للانتقادات وقاد حسين عموتة الأردن في تسع مباريات ما بين رسمية وودية قبل انطلاق البطولة كأس آسيا 2024 وحقق فوز في مباراة واحدة وتعادل في اثنين وتلقى ست هزائم، حيث خسر بستة لصفر أمام النرويج وسنين لواحد في من أربيجان يعني وثلاثة واحد أمام إيران ثم 2-0 من
السعودية واثنين واحد أمام لبنان قبل الخسارة بنتيجة ثقيلة يعني قومها 6-1 أمام اليابان، وبعدها تعادل مع العراق 2-2 وتاكستان 1-0، ثم فاز 2-2 على قطر. واستهل الأردن مشواره بفوز كبير على ماليزيا 4-0 بثنائيتين للنجم مونبيلي الفرنسي موسى تعماري والمهاجم حسين يعني محمود يعني المرفق، ثم كان على بعد ثواني من الفوز على كوريا يعني قبل التعادل الأخير بهدفين، واتهم يعني اهتم الأردن برفض الفوز على البحرين بهدف لتفادي لمواجهة اليابان في الدور 16، وقد نفى عموت ذلك بدبلوماسية كبيرة. المدرب الذي لا يبتسم كثيرا كانت خطته تنقلب عليه في ثمن النهائي أمام العراق عندما احتاج لهدفين في الوقت بدل عن ضائع حتى يقلب تأخره إلى فوز صعب 3-2 إثر طرد العراقي أيمن حسين. وفي الربع النهائي الثلاثي له في آسيا يعني الثالث له في آسيا بعد 2004-2011 مع الجوهري ومحمد تخطى الأردن عقب تاكستان بهدف ليتذوق الطعم دون الرابع للمرة في تاريخه يعني، لكن هذه المرحلة الماضية سبقها بداية مخيبة لعموتة ووضعته في مرمى الانتقاد يعني 6 انتصارات يعني وين أمام النرويج صحا وين يعني ولد يعني وين شأننا بقيادة يعني وين شأننا وين أبدا المدرب ومحضر الأسيوي وليد إعجابه شديد بقيادة عموتة قائلا لم يكن مقنع في تجربة الودية، لكن ظهر أنه كان بحاجة إلى المزيد من الوقت للوصول إلى النسيج الفني المتين القادر على مقارعة في كأس آسيا. وأوضح يعني هذا المحضر البدني أن عموتة على عكس من سبقوه الذين كانوا يترجفون خوفا من اللعب الهجومي، بدأ عموتة مع الأردن جريء في طروحاته الفنية بخلال ملح لاعبيه الثقة عبر تحولات سريعة من الدفاع إلى الهجوم والتي كنا نفتقدها فيما مضى. وبين هذا يعني المحضر البدني منتخب الأردن استطاع أن يهاجم بعنوفة شديدة محرج منتخبات لها باع طويل في المنافسة، وأكبر دليل على ذلك تسجيله 10 أهداف وهو 11 وهو حصد تهديفي كبير يعكس أسلوب الهجوم النصد للمنتخب. مدرب حسين عموتة في السطور وبعد يعني نجاح الذي سطره عمودة صاحب 54 مع الأردن إنجاز جديد في سيرته الذاتية، حيث قاد المغرب إلى لقب البطولة الإفريقية للاعبين المحليين في 2020 والوداد البيضاوي في الدور أبطال إفريقيا 2017 وقبلها فتح الرباط إلى كأس الكونفدرالية 2010 فضل عن عدة ألقاب محلية مع السد القطري. ابن مدينة خميسات الذي حل بديل من محمد في جوان الماضي لا يترك فرصة للحديث عن الجانب الهجومي، فقال ونأمل في أن يعني تخدمنا ظروف للعمل على زيادة الفاعلية الهجومية لصناعة الفرص وترجمتها إلى أهداف في مباريات الحاسمة. يتمتع اللاعب الوسط السابق عموتة بشخصية قوية أظهرها خلال المباريات التي لعبها العراق تاكستان وكوريا يعني كوريا الجنوبية مع المهاجم البديل حمزة دردون يعني خاصة في المباراة العراق والذي تهجم بعنف على الجهاز الفني، فكان مصير الهداف التاريخي للمنتخب استبعاده عن البعثة. كاشوالو قالوا قالوا ما تحتفلوش ما تستفزوش المنافس في الاحتفالات تاعكم، ماركي كي تكمل البارتيه احتفل لما تحتفل. هذو الناس يعني مدربين كبار، كي يكون عندك مدرب كبير هذو هما خويا. ألف مبروك عليه وربي ينجحه وإن شاء الله النهائي هو يديه إن شاء الله بربي، هذه نتمنى إن شاء الله النهائي راه ليه هذه.
الأردن كوريا الجنوبية والأردن يعني في النهائي بعد تسجيل هدفين يعني من شاهدنا من كأس آسيا 2024 نصف نهائي الحسين عموتة الإطار المغربي يؤهل الأردن يعني وين يذهب مع الأردن إلى النهائي بعد فوزه على عملاق آسيا وهو كوريا الجنوبية المنتخب المونديالي اللي كان مرعب يعني في مونديال يعني وإن شاء الله وين يزيد نعميتي وين سجل الهدف الأول بعد ما انتهى الشوط الأول يعني 0-0 الشوط الثاني وين كان تاع المدرب اللي قلب الطاولة شاهدنا وين يزيد وين يسجل الهدف الأول في الدقيقة 53 موسي يعني موسى في الدقيقة 65 يعني وين رغم أن وين كان نقولوا باللي الأردن حسين عموتة اللي عرف كيفاش يسير المباراة يعني بالإمكانيات تاع اللاعبين اللي عنده يعني مدرب ذو كفاءة كبيرة مدرب كبير يعني من شأنه رغم أن سيطرة كورية لكن يعني شأن الواقعية كانت من جانب المنتخب الأردني يعني من شأنه من 35% نسبة استحواذ الأردن 65% هذه لا تعني يعني لا تعني بأن الفوز يعني وين الأرقام شأنه وين حسين عموتة وين خلف خطة 3-4-1 شأنه كيفاش وين الربعة 3-3 المدرب تاع كوريا الجنوبية 558 تمريرة يعني من جانب كوريا الجنوبية 208 تمريرات يعني وين لعبوا بواقعية لعبت وين الأردن لعب بواقعية فقط لعب من أجل الفوز من أجل يعني عدم تضييع شأن فرصتين يعني هدفين رغم أن كان بعد يعني في الدقائق في الربع ساعة الأخيرة وين شأن كوريا وين لعبت بكل يعني وين هاجمت بكل قوة من أجل العودة في النتيجة لكن وين المنتخب كوريا عرف المنتخب الأردن يعني وطريقة التغييرات تاع الثلاث تغييرات اللي دارهم حسين عموتة عرف كيفاش يسير المباراة يعني شاهدنا وين كانت مباراة قوية مباراة تاع كبار مباراة ألف شكر يعني وألف مبروك للأشقاء الأردنيين وحسين عموتة.